ملايشيا دوبايسان او كسو كلا جيدا مغالوين كعبد واقيا عدادو ايا إلا اي عاو فيدكي دقال سوغا راي وحا او كدحم راي هالكا لغو مغعابو إنا جيرو إيا بالي سانيا لأي او دمانتو دو دحيا مغالوين كعبد واقيا عدادو او كوضا ترسان قبل كغل قدود لنا عيادة دقال ما إيا او آن اسكو آبفلين اما اسكو نحريسان انتا دقال كا او سعودي ايا لغو صورم ايا تربادان او طبان كرو داف ايا ان اي اسكدلين هالكا ترا انتا اسكبادان اي اسكدلين عبود واقي عدادا عاوة اسبتالادا كويا لوحا بوح داف ايا داو عيادة مليشيات كدراري يداد كلا او ان دقال كا قيب كايهن بل سوح يلا اي كسو قارتي مجرين عيد كلا دحق شاي هاد ديهين عيدا مدى دولادا فدرالكا ايا كوا دولاد قبلاتكا قلمدوغ هسا هاتي لنا عيادة ما داما او قبلك او قدعي انتا دقالك او صعدو ايا سي اسكودها او جوجين دقالك حلقان وحا لغو صورم ايا ان اي ميدتك ايا داو عيادة كالقران ايان دقالك وحا او سالك كوها ايا انا قبيل او قدحي سامليشيات كان حبنا اي هوري اساقد ديلين ايا سيدو كالي ديرر قصابسان حقا ديگانك او اي كالشيغان ايان لنا عيادة ملكياد دقوبها اي اسكوها ايسان ورأيه شاشابيلا ايا انتا سراعين ايا عيدا كاترسان كوة دولد قبلاتك قلمدوغ او قلبتا اسكود ايا ان قوباها سي اي كوبحان ان لو قلي الدريقة تاسيو اسورة قلوي دي ان اي قاران فرمها اي دقالدو كالسعودان نبضون عد عيد الشيق حسن او كميدا حبناها دقنكا اي كسوغان مقالدا عدادو ايا رجحو ما اي قوس كمو جنيا قوباها دقالدو اي كالسعودان وحا اونا شاقاي انانو جرن عيد كالرد حقا شاي مليش شادا دقال لما يسا ايه دقال كاسي واسو تحكي فوقي فانتو قاسر وصحوا ايه اه 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 maxay isku haystaan dhinacyadan maxay isku haystaan lahaayeen waxay isku haystaan farriin aan irka jirin oo kala jirin oo dadka waxaan ku leeyahay meel miriya ku jira oo la daaray laakiin waxay isku haystaan kun iyo degaan iyo dal minna ma jiro waxay isku haystaan gardarro iyo farriimo kale maanta adigu dhexgalaa jirin laakiin caawa waxaa jiran isku socodka wadooyinka dhexmaraya deegaanada Bali Sanyaale iyo ina jiro oo ah goobaha ay sida weyn maleeshada ugu dagaalameen sidoo kale waxaa jiran isgaarsiinta aagaas oo aanu suuragalaynin dhinacyada ku sugan in qadka taleefanka lagu haleelo dowlad goboleedka galmudug oo aan dhankoodu la xariirnay ayaa mas'uuliyiinta qaarkood ee aan u wacnay ka gaabsaday ka hadalka colaada galmudug muddooyinkii ugu dambeeyay waxa si aad ah ugu sii kordhayay dagaal beeleedyada oo hadba dhinac ka horaya wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa Muqdisho waxay ka dafurtay kulanka wadatashiga miisaaniyadda 2025ka waxaana dafuray wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya عبد القفار علمي حانجي كلن كان ايا وحا لوغه ليا هرمارينتا ميزانيادا ايو إلها دقالها اي دالكا مسوليين سري او كتيرسان دولادا صوماليا اغا سميال علماء الدين اقو يهانو مسوليين كسعودي مامون قبلاديا دالكا ايو مرتشرف كاليه ايا ناكا قيب غلي كلن كا وغهرين وحا فري كلن كا اغا سميها قود اي وزارد مالياد حكومة دا فدرالكا صوماليا سليمان شيغ عمر كاسي او كور بيحي وجيدك كلن كا idin kuma cusba kulamada noocan oo kale tahay saad ogtihiin waxaynu soo marnay kuwo badan oo hore laga soo bilaabo 2012kii xilligaas oo ah markii ugu horeeyay oo la sameeyo miisaaniyad dalku leeyahay ilaa iyo maanta markasta oo la soo gaaro vision waxaynu heli jirnay inaynu ama si guud isugu nimaadno ama kulan ka doodida miisaaniyadda aynu isugu nimaadno sanadkani uu ka bedelan yahay sanadadii hore waxyaabaha uu uga bedelan yahay qaybna waa arrimo aad u fiican qaybna waa arrimo u baahan isku tashi
وحين لجوجا تيم كي ميزانية دا خبرة آها يا قسميه هو هاي ميزانية دا قرنكا يجاسف عن لوقف فاهم دهنا أنا كرول كي يكون هو ها إنان إنوفره حفلة دنيا دا وصعم دون تصدح مع الموضة دي الله يدمو وحكاقي بقيل الدونا بالفضل ريدكا وحلو يدين دونا فكر كودا وحي أي لطحي وحلو الشيق دونا وحل هيري كرو وحاين تطحي وحل رجيسان دونا تلو ينكودا يوحا إسليهين مالها إسليهين دولة حوق هسارتو وادوكتي هنا ودن كان وحاقو مضان حد حوق لسارا ودولة ديسكا إي أرما أمنيقا أرما أمنيقا أرما دولة ديسكا أرما دقالها أرما بلشدا وحيابها إنه ربنا إنه سقوق إنه أود إنه وهي أنت والسعودية كلنك وزارة المالية حكومة الفدرال كصومالية أيها الصوبن دكتي قرشها ميزانية وزارة إيه لو كن شني لو عشان يهابك أي قرش يسي ميزانية تأكتهين و دوكمن أما هشين أي كوشين يان بلشدا إيو دولة دا مركز متلنتا بلشدي كان عطتها تهي بعض برشة تهي هذا الدولة لما وحي قيب كيهين ديارين تا ميزانية دا إيو فلنت هذا كان عطتها هذا إرادو فلنت هكذا كنتو قلين تا أما ديار كنتو قليان كان عطتها هو دور كوهوي أما أقوم مهمتن مركلا ديارنا ميزانية دا لأن لعاكتا أما دخلقا لغو ديارنا يبجد كا وحو كيما دا حو جيتا أما انت بضاني كتما دا ganacsiga Soomaaliyeed cashuurta laga aruuriyo oo idana u sii gudbeynta shacabiga Soomaaliyeed marka doorka ugu weyn ayaga kale sidoo kale baahdeena wax barashada iyo bulshada rayidka ah si dawladda u jeheeyaan waxa muhiim ah in ay dawladdu ku biiriyaan afkaartooda la xiriida halkee ayaan maartay wax ka qaban karnaa iyo maxaan qabanayna budgetka marka maadaama uu yahay dokumenti dhammaan ay ka wada qayb galayaan ummad Soomaaliyeed haday noqon lahayd kuwa marka dawladda ku jira ama ay noqon lahayd kuwa ganacsana ama kuwa waxbarashada ama kuwa aqoon yahana dhan walba haweenka urada dhammaan ay ka wada qayb galayaan waxa marka aan aragnaa in muhiim ay noqotay in kulamo noocaan oo kala la qabto martidii ka qayb gashay kulanka ayaa su'aalo weydiiyay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee goobjooga ka aha kulanka kuwaasi oo la xiriiray qorshaha wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigtay wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Qafaar Cilmi Xange ayaa ka hadlay gabagabada maalinka koowaad ee shirka oo lagu wado inuu socdo muddo 3 maalin ah waxa jirta horta maamul goboleedada miisaaniyad ka miisaaniyadeed oo guud ahaan ay helaan ba jira ayada marka sharaxaad badan igama baahna waana heleen kuwa dekada hala iyo kuwa aan dekada lahaynba way qaateen hadderna waa u haynaa kuwaan siidaynayna gudahantooda laakiin lacagta 400 kuna oo ana misanana ka hadlaysid oo ku saabsan ma saddexda maamul aan ka dalahayn waxaa lagu bixiyaa markii la helo tabarta iyo xaaladda iyo conditioniska marka maadaama aan kab kale oo miisaaniyadeed u siidaynay maadaama anaga hayntii laftigeeyay budgetkii oo aad u yar yahay deyntina laga baxay dawladda Soomaaliya rabay inay dakhli kor u qaado marar badan ma helaan marka waa arin ayaga dawlad goboleedada aanu aan si fiican uga wada socono ma aragtay laakiin waxa rabaan adin sheego dawlad goboleedada kabka miisaaniyada aan siina kasoko shaqa qaar kood shaqaalahooda waa bixinaa mushaarkooda soo saasma مش عيدا ماذا تشوجا أو كهول قالوا ملتريجا يعني بتسوق ده أنا قاعد بحنا دولة ده حاكة فرق رئيس كل يوم حلقة يا با مرك عيدا كي أمن حقي صن غطوا ننك عيدا ماذا دراويش تاع إمام لدو الاستين إني قرش قاض بحيان مرك ولي دولة الصومالية وباي سن آد قلنا واقن موجية دولة قبل هذه هذا منتلان مرك لقى رياب دمعا يسومالي الآن maamul goboleedada kale ciidanka militaryga iyo ciidanka nabad sugidda iyo shaqaalaha jooga oo rayidka mushaarkooda wuxuu dhex maraa miisaaniyadda ama mashruuca laga taageero shaqaalaha rayidka ciidamada la dee miisaaniyadda caadiga marka anaga iyo dawlad goboleedadu hadda dhanka miisaaniyadda problem badan dhankooda naga ma jiro
East African Community غرامات كده وحنو دينا يا قاسم إيراد وهذا ولا صعدا إنه سيدا يكون بحيسة يسيدا دولد وهي ميزانية وفافاهيو أرنت نافضة يو ميزانية ده إيشوز كده يعني عاد أرنت يسيدا أقول لك تي نكده أنا يرد أخيار كهلاي كل جودة كورة عسنا هاي بقول كي وتدبيه طبعا ما أقيم بعدا إيه صحي إنه بالشدة disability قال النال أي سامالي ده كده هاي ما دام عدل كاني ودقال سكي صاقلي دقال لا أو ما عرفت أرجع حس صاقلي ده تقبل شيء إن بدنا كم إذا تروما تايس أيهين وعرين رنتي ندم قيس كل جين دولة دينين عن ميزان يدهان يدخل يهان ولي أود ويعلن إن يحيابه أي أبهنا تذكر بهيا كاركاو لأنك وح برشلا لأنك عافماتك لنك أديجيدا بالشدة، لنك شق أبورك، أنت بقى أنا ولي جارين، لكن وحاشرة، سأدو بهذا كشرق من شرق عاص، برلمان كمري عقل كسر يعلى، وانتشين في عن دولد وحول بوح يكبر وضع شرعية، وح شرعية الله دولد مفلين كده دولد وركض وحرة على شرعي